في الأيام اللي فاتت شفنا نماذج للمتطوعات اللي ظهروا عند معبر رفح واللي ساعدوا في دخول المساعدات الإنسانية لأهالينا في غزة. معانا نموذج مهم جدا، هي الأستاذة هيام الفقي وهي متطوعة ضمن قوافل الإغاثة لغزة عند معبر رفح. معانا على الهوا، صباح الخير أستاذة هيام. صباح الخير يا فندم، صباح الخير عليكم جميعا. احنا بنحييكوا وبنشد على ايديكوا، يعني فعلا عمل انساني بطولي جدا الايام اللي فاتت دي كلها. حابين كده في البدايه نعرف تفاصيل اكتر عن عمليه التطوع عندكم واللي حصل من امبارح لغايه النهارده. هو طبعا العمل من البدايه، حضرتك عارف ان مصر قايمه بدور كبير جدا في تقديم المساعدات او المساعدات لفلسطين، سواء هي مصر بتقدمها او بتستقبل من الخارج او كده. وطبعا حضرتك شايف الموقف الاسرائيلي كله، الشباب كله المتطوع في المؤسسات، التحالف الوطني بيضم مجموعه من المؤسسات الخيريه كثيره جدا. كل الشباب اللي كان موجود يعني قعد 10 ايام كامله او 8 ايام 9 ايام كامله في المعبر هناك. يعني مش عايزه اقول لحضرتك الحياه هناك عامله ازاي، الحياه في خيم. لا انا عايزاكي تقولي لنا الحياه هناك عامله ازاي. ايه؟ لا انت بتقولي مش عايزه اقول لكم الحياه عامله ازاي، لا احنا عايزين نعرف تفاصيل يعني وكاننا معاكي. انا هقول لحضرتك. حاضر، اوكي. اتفضلي. هو طبعا هناك انا اولا سنا اكبر منهم هناك من الشباب اللي موجود، لكن تشوفي الشباب قد ايه عايش حياه خيم. النوم على الارض اللي هو فرشات حاجات بسيطه، الارض طبعا غير ممهده اساسا خالص، يعني غير عاديه. كون ان هم يستحملوا الاجواء دي، ان مفيش يعني انت عشان التواليتات مش موجوده، الكلام ده كله بعيد، يعني مسافات بعيده قوي. كل ما يتحمل الشباب بتوعنا الجو ده والاحداث دي بس تحت شعار صامدون حتى الاغاثه او مرابطون حتى الاغاثه، حضرتك تقدر تفهم منه كل الصوره، ان الشباب كله كان قاعد معتصم هناك مش هنتحرك الا لما المساعدات تدخل. وده حقيقي اللي حصل، يعني محدش اتحرك من المكان الا لما طلع العربيات اللي هي اول مجموعه. بعد كده تم اخلاء مجموعه ومجموعه تانية راحت، يعني احنا مجموعه رجعنا امبارح الفجر كده تحديدا. ربنا يسلمكم، الحمد لله على السلامه. الله يسلمك يا فندم. طيب استاذه هيام، خليني اقطعك كده ونقول بدايه، تقريبا كان عدد المتطوعين اللي موجود في اول دفعه زي ما حضرتك بتقولي كانوا قد ايه تقريبا؟ طيب احنا في متطوعين اللي هم اوريدي ثابتين موجودين تبع المؤسسات، يعني احنا كان في عدد كبير، يعني احنا العدد اللي كان موجود في هناك في المعبر اللي بيشتغلوا على الحاجات الاغاثه اكتر من الألف وشويه، اكتر من الألف، بس ممكن اقول لك بقى المتطوعين اللي موجودين اكتر من 2000 كمان. ما شاء الله، كله تبع التحالف الدولي. تبع التحالف الوطني للعمل الاهلي. التحالف الوطني للعمل التنموي. طب هيام، انا عايز اقول لك على حاجه، لانه ناس كتير جدا يمكن ما تبقاش عارفه اهميه التطوع والعمل اللي بيعمله المتطوعين. انتوا بتعملوا عمل عظيم جدا وعمل بطولي جدا، حابين نعرف الناس اللي بيتابعونا دلوقتي الشغل اللي بتشتغلوه، ايه المهام اللي بتعملوها، ازاي بتساعدوا بعض، ايه الاجراءات اللي بتحصل عشان نشوف في النهايه المشهد ده، ان الشاحنه تدخل وتعبر المعبر وتروح لاهلنا في غزه. طيب خلينا نقول ان التطوع ليه انواع ومراحل مختلفه، يعني كل حاجه كل مهمه ليها مجموعه متطوعين. صحيح. يعني ليها تطوع، ففي مهام كتير جدا بتحصل من اول ما يعني مثلا ما تيجي حضرتك المؤسسات، من اول ما هم بيعبوا العربيات دي في من قبل ما تيجي المعبر، دي مجموعه متطوعين كتير جدا بيشتغلوا على ده. اول ما بتيجي دخلت المعبر في مجموعه متخصصين مع العربيات، ودول موجودين، ودول اللي كانوا موجودين في المعبر لحد ما تم تسليم الجزء من المساعدات. طب دول كان دورهم ايه؟ الدور الاساسي المفروض ان كانت العربيات هتيجي وتتسلم في ساعتها وتتحرك لغزه، لكن ده ما حصلش. طيب قعدوا في المعبر، طبعا العربيات موجوده، اما عايزين لا مش عارف كم عربيه، عايزين ادويه، فيفضوا العربيات هنا، يودوا هنا، يدخلوا دي في دي، قصص كانت كتير جدا. انا مهما حكيت لحضرتك وفي صعوبات كتير اكيد بتقابلوها يعني في طريق الرحله لغايه قطاع غزه. طبعا انت عندك صعوبه من الاول، بس تعالى نقول من اول ما خدوا الطريق مثلا، خلاص عبوا العربيات اتعبت بالحاجات كل ده في المؤسسات، ده في حد ذاته شغل كبير، وخد وقت طويل منهم على فكره مش قليل. الشباب اللي بيشتغلوا على ده، طيب الشباب بقى اللي راحوا مع الشاحنات، انا عايز اقول لحضرتك يعني مثلا احنا خدنا اول يوم ده، يعني مثلا في مجموعه اتحركت من الفيوم ويكون من كل المحافظات، في خدنا حوالي 18 ساعه سفر. مسافه طويله. 18 ساعه سفر بس عشان توصل هناك المعبر. فما بالك حضرتك بقى كان طول الطريق، طول الكلام ده كله هم قاعدين منتظرين ليل نهار، ما فيش نوم، الضرب القصف شغال طول الليل ما فيش نوم بسبب القصف، يعني احنا مش عارفين اهل غزه، احنا اللي خلانا كلنا
مش هنتحرك من مكاننا لما يحصل، احنا شايفين الضرب ده، ما هم بيحصل قطعه فينا احنا واحنا مفيش عندنا ده، امال هم عايشين ازاي؟ متخيل حضرتك اما انت كشاب او كناس موجوده في مكان موجوده، اقصى طموح ناس عايزه مساعدات، عايزين ميه وعايزين اكفان وعايزين دواء، مش لاقيين حاجه في عارف حضرتك ده ده مأثر ازاي على الشباب؟ الشباب كان في ناس بتبكي طول الليل، في ناس ما كانتش بتنام طول الوقت، حاله الفزع عشان خاطر اللي بيحصل في غزه ما كانتش سهله على الجميع، وفي ناس ما قدرتش تتخطى ده على فكره. طبعا. طب هيام انا عايز اسالك سؤال، ازاي طرحتي الفكره على اسرتك اصلا ان انت هتروحي؟ هو انت وباقي المتطوعين اللي موجودين، هو في متطوعين يعني احنا كمان اكتر حاجه تفرحك بقى قوي، تفرحك قوي ان المتطوعين بقى اللي هم مش بيشتغلوا في المؤسسات يعني اللي بيشتغلوا في المؤسسات فاوريدي هم متعودين على العمل الخيري والطلوع والدخول والسفر والتعب. الشباب الجامعه بقى اللي اتطوع معانا بمجرد ما قلنا عايزين شباب عشان التطوع في معبر رفح عشان تقديم المساعدات واحتمال تقعدوا، فهمناهم مفيش هناك ادنى مستوى من المعيشه مش موجود، مفيش كذا مفيش كذا، اما تلاقي شباب الجامعه بقى الشباب الصغير ده جه معانا، في ناس جم يعني اهاليهم كانوا رافضين طبعا، وفي ناس اهاليهم كانت موافقه. اوكي اما يجي الشاب معاك انت متخيله كان عندنا شباب عندهم فكر مختلف عن الدوله وفكر سيء وفكر سيء عن كذا، كل ده اتغير هناك. شافوا اللي بيحصل على الارض وحسوه وشافوا الشغل اللي حاصل فعلا. انا بصي اقول لحضرتك انا معالج نفسي في الاساس على فكره. الشباب اللي كانوا معايا عايزه اقول لحضرتك ان هم اتغيروا زاويه 180 درجه او 360 درجه كمان. كمان يا هيام جميل جدا ان احنا شفناه المشاهد العظيمه جدا والمدهشه والرائعه، فكره انه الشباب كل المتطوع هناك بيشدوا على ايد بعض كلهم مع بعض كانهم يعني كده في مهمه لازم تتم، وزي ما كانوا بيقولوا احنا مرابطين هنا لغايه ما نعدي. وعايز اقول لحضرتك مفيش هناك شخصنه للامور اطلاقا، مفيش حاجه فلان انا اللي بعمل ولا ده عمل، لا كله موجود كله بيشتغل كله بيعمل، مفيش حد بيشوف بيدور يدور على نفسه في حاجه، هو عمل جماعي كله بيتحمل الظروف، عارف حضرتك اللي هو مهما كان في ضغوط مهما خلاص احنا بنعدي بنعدي بنعدي، عارف حضرتك بتشدوا يعني بتشدوا على بعض كلكم. انا عايز طبعاً. بس رساله تقوليها، انت مريتي بتجربه اكيد يعني هتاثر عليكي في حياتك وعلى شخصيتك كمان، تجربه مهمه جدا في بناء الشخصيه ان الواحد طبعاً. يعمل عمل تطوعي، فلو طلبت منك تقولي رساله لكل واحد بيفكر، كل شاب او شابه بيفكر يعمل زيك كده ويروح يتطوع ويساعد اهلنا في غزه او في اي عمل تطوعي، قيمه ورساله واهميه العمل التطوعي في رايك؟ هو زي ما حضرتك قلت كده دلوقتي انك انت ما بقى اي شاب هيقدم هيشتغل في العمل التطوعي هيحس ان هو ليه رساله وعنده قضيه، وقتها حضرتك كل حاجه هتظهر في عينه، المشاكل والكلام ده كله هيبصها بنظره تانية، هيشوف بلده بشكل تاني، هيشوف الحقيقه اللي بتحصل على الارض، هيشوف قد ايه بلدك قويه وقد ايه بلدك تفخر بيها، هتشوف حياه مختلفه. حضرتك اسمح لي انتقل بس من حته المتطوعين للناس العاديه، حضرتك في ظل الظروف اللي احنا فيها دي سمعت حد عمال جايب سيره الغلا سيره البصل الطماطم؟ مفيش الكلام ده خالص، كلنا مركزين في قضيه. فبالتالي هي فكره ان احنا بقى تعالى نقول احنا محتاجين نعمل ايه للشباب ده عشان يدخل في التطوع ويفهم ويبقى ليه قضيه. اكيد اكيد، يعني ربنا يكرمكم وربنا يثبتكم كمان، يعني كل الشكر ليكي والباقي المتطوعين. هيام الفقي متطوعه ضمن قوافل الاغاثه لغزه عند معبر رفح، شكرا جزيلا ليكي والمجهود.